ما هو الحد الأقصى من المياه المسموح شربها يوميا والتي قد يؤدي تجاوزها إلى الموت؟ كثير من الناس لا يشربون كمية كافية من الماء يوميا، لذلك عادة ما يكون السؤال الذي يطرح نفسه هو ما هو الحد الأدنى من الماء الذي يجب شربه يوميا للحفاظ على الصحة؟ ولكن هل توارد لك السؤال المعاكس؟ ما هي الكمية القصوى من الماء التي يجب عدم تجاوزها يوميا والتي يؤدي شرب كمية أكبر منها إلى مشاكل صحية قد تهدد الحياة؟ وظائف وفوائد الماء: تنظيم درجة حرارة الجسم، نقل العناصر الغذائية، الحفاظ على وظائف المخ وتحسين الأداء البدني، إنقاص الوزن عبر زيادة الشعور بالشبع، ترطيب الجلد وتعزيز حركة الأمعاء. ما هو الحد الأقصى الذي يسمح بشربه يوميا؟ عندما تشرب الكثير من الماء لا تستطيع الكليتان التخلص من الماء الزائد ويصبح محتوى الصوديوم في دمك مخففا، وهذا ما يسمى نقص الصوديوم في الدم إيبوناتريميا، ويمكن أن يهدد الحياة، وذلك وفقا لمايو كلينيك. قد يكون شرب الكثير من الماء يؤدي إلى تسمم الماء عفوا، water intoxication، وفيه يحدث اضطراب في وظيفة الدماغ بسبب شرب الكثير من الماء، ويمكن للإفراط في شربه أن يكون خطيرا، إذ يمكن أن يؤثر على توازن الكهاريل والإلكتروليتات، وهي معادن وأملاح موجودة في الجسم لها شحنة كهربائية توجد في الدم والبول والأنسجة وسوائل الجسم الأخرى، وذلك وفقا للمكتب الوطني للطب في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى نقص الصوديوم بالدم، والذي بدوره قد يقود إلى الضعف والارتباك والغثيان والقيء والموت في الحالات الشديدة. يحدث نقص صوديوم الدم الحاد عند شرب الكثير من الماء أكثر مما يمكن للكلية أن تفرزه، ويبلغ معدل إفراز الماء للبالغين الأصحاء حوالي 20 لترا في اليوم، ولا يتجاوز 800 إلى 1000 مليلتر في الساعة، وبالتالي فإنها أقصى كمية من الماء يمكن أن يشربها الشخص الذي لديه وظائف كلى طبيعية لتجنب أعراض نقص صوديوم الدم، وفقا لدراسة نشرت في مجلة حواليات أمراض الغدد الصماء والتمثيل الغذائي لدى الأطفال. يجب ألا ننسى أن الشخص ينام متوسط 8 ساعات يوميا، لذلك لن يمكنه شرب الماء خلالها، لذلك فعليا قد يكون الحد الأقصى لشرب الماء يوميا هو 12 لترا شرط توزيعها على هذه الساعات. على صعيد آخر، يقول البروفيسور ستيفان بورتي أستاذ أمراض الكلى بجامعة إكس في مارسيليا في تقرير بصحيفة لو فيغارو الفرنسية للكاتبة سيسيل تيرت، إنه يمكنك شرب ما يصل إلى 10 لترات ماء يوميا دون أن يمثل ذلك مشكلة. مع ذلك توجد استثناءات، حيث أن بعض أمراض القلب أو الكلى التي تؤدي لتراكم الماء بالجسم تتطلب عدم تجاوز كمية معينة يحددها الطبيب. خلاصة الأمر أن احتياجات الماء تختلف بناء على الشخص، عمره ووزنه ونشاطه وصحته. وعموما يمكن شرب 10 لترات ماء يوميا لمن يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من مشاكل صحية أو مشاكل في الكلى. وعلى جميع الأحوال استشر طبيبك حول الكمية اللازمة لك من الماء يوميا. كم الكمية الموصى بها؟ وفقا لمايو كلينيك، فإن مقدار السوائل الذي يحتاجه البالغ العادي المتمتع بصحة جيدة ويعيش في مناخ معتدل وفقا للأكاديميات الوطنية الأمريكية للعلوم والهندسة والطب هي حوالي 3.7 لتر من السوائل يوميا للرجال و2.7 لتر من السوائل يوميا للنساء. وتغطي هذه التوصيات السوائل من الماء والمشروبات الأخرى والأطعمة حوالي 20% من استهلاك السوائل اليومي، يأتي عادة من الأطعمة والباقي من المشروبات.